طلع شافينه. لا الرساله اللي جات لي و اللي هو في ناس جالها الدرجات. تمام، هسمعكم دلوقتي وليه الامر اللي اكدت لي لما سالتها، ودي من الناس اللي انا بتعامل معاهم من زمان جدا، فقالت لي فعلا دي رساله جات لبنتي اهو، اللي هي جاري الجاري 4 مواد وفي مادتين يوجد درجات تحول للطالب الى ناجح، تحول للطالب الى ناجح، وده الدليل اللي بتكلم عليه عشان بس ما حدش يقول لك ده احنا بنجيب هبد وكلام من ده. طب نسمع كده، نسمع انا بقول لها. دخلتوا على بتاع التظلم جالكوا الدرجات دي ولا ده بتاع حد تاني؟ انا عايز بس اتاكد، انت اللي شفتها بنفسكم؟ ايوه انا اللي شفتها بنفسي، ابني طلعها وانا شفتها بنفسي، وبعد كده رحت المدرسه ورحت بعد كده الاداره التعليميه عشان يطلعوا لي الدرجات. الموظف بتاع الاداره التعليميه راح قال لي لسه ما جاش التعديل بتاع الدرجات من الوزاره. قلت له امتى؟ قال لي تعالي يوم الثلاث. ليه؟ لان في درجات بتتعدل دلوقتي، ودي درجات ابني والله. تمام، يبقى في خير اهو، طالما في درجات اتعدلت يبقى في خير. هو ابني ناجح في التاريخ اساسا، جايب 40 من 60. قالوا لا ده في ظهرت ليه درجات. وبالنسبه للفرنساوي هو جايب ماده الفرنساوي، قال لي نجح في الفرنساوي. ولسه ما نشوف، انا كنت بتمنى انها تيجي جغرافيا او فلسفه، لان هو عنده 3 مش عنده 2، وربنا ييسر الحال. الفيديو دلوقتي اقول للناس تدخل تشوف التظلمات ايه وتقول لي ايه رايك. والله انا دخلت على كذا اكونت بتاع ناس بيقول لك التظلمات وكده، دخلت ورحت قلت لهم، كل حضرتك قول لهم يمكن يكون في امل ان شاء الله، وبعدين تيجي يوم الثلاث ربنا يساعد ان شاء الله خير. حضرتك قول يمكن يكون في امل، حتى لاني انا لقيت في اكونتات مكتوب عليها للولاد اللي عايز ينتحر واللي هو مستسلم واللي هم ما عندهمش استعداد يستنوا، يمكن حضرتك تكون بادره امل بالنسبه لهم. ده المكالمة والحوار اللي حصل مع ولية الأمر اللي شافت النتيجة وقالت لي فعلا ده حصل، فنتمناها. في طبعا ناس كتير بتتكلم عن اللي، في ناس كلموها فعلا، وفي ناس كلموني وقالوا اللي، في ناس اتصلت بيهم والكلام ده كله قالوا انت ناجح. فهل في حد فيكم اتصل بيه حد وقال له انت ناجح؟ خلاص، انا بتكلم على اساس كده، يا ريت حد يأكد لي الكلام ده.